إدارة وحقوق علاقات المرضى بمستشفى البكيرية العام، انطلاقا من التوجيهات السامية لقيادة المملكة العربية السعودية، والتزاما بتعليمات وزارة الصحة بالمملكة بضرورة الاهتمام بالمريض والقيام بحقه في الحصول على الخدمة الصحية الكاملة. فإن العاملين بمستشفى البكيرية العام جميعا حريصون على أداء حقوق المرضى لهم ولأسرهم وزائريهم، ويدركون أن المريض أمانة في أعناقهم لا يجوز بأي حال التهاون أو التفريط فيها، حتى يخرج المريض من حالة الألم والمرض إلى حالة الصحة والعافية. لذا فإن إدارة حقوق وعلاقات المرضى تعتبر ضمن الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وذويهم، ولما لها من دور حيوي في فعالية العلاج. ومن ثم فقد حرصت إدارة المستشفى على دعم هذه الإدارة ليكون جل الاهتمام بالمريض وأسرته، للتأكد من أنهم يحصلون على أفضل الخدمات الصحية والعلاجية والتمريضية المقدمة لهم داخل المنشآت الصحية. كما تم وضع استراتيجية لاستقبال الشكاوى والملاحظات من المرضى والمراجعين بطريقة سهلة وميسرة، فهي تتم أولاً من خلال المرور اليومي على المرضى في أقسام التنويم للإطمئنان على صحتهم والاستماع إلى شكواهم وملاحظاتهم، وكذلك من خلال خدمة الواتساب، حيث تم وضع لوحات تبين رقم الواتساب في جميع أروقة المشفى، وأيضاً من خلال صناديق الاقتراحات المتوفرة في جميع الأقسام، أو من خلال زيارة مكتب إدارة حقوق وعلاقات المرضى، حيث يقوم موظفي إدارة حقوق وعلاقات المرضى باستقبال الشكاوى والعمل على معالجتها وتعريف الشاكي بالآليات والإجراءات المتبعة والرد عليها خلال فترة مناسبة دون أن تؤثر شكواه على الخدمة المقدمة له.